السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو. وهذا الفيديو غنتكلموا على المنتخب الوطني المغربي والتشكيله اللي ممكن يدخل بها مقابله ثانيه مع المنتخب البلجيكي العتيد والمنتخب اللي وصل المركز الثالث في كاس العالم اللي فات. اذا على حسب النتيجه ديال المنتخب الكرواتي الركراكا يعتمد على التشكيله، وحنا فقط عندنا واحد التصور لهذه التشكيله اللي يقدر يدخل بها مع المنتخب القوي المنتخب البلجيكي. في حراسه المرمى الحارس الكبير ياسين بونو اللي دار جائزه زامورا الموسم اللي بات في الدوري الاسباني، ولكن هذا الموسم شفنا مستوى تراجع وتراجع وتراجع بواحد الطريقه اللي لا توصف. شفنا ادب كثيره بدات كتدخل على ياسين بونو. شفنا اخر مقابله امام ريال مدريد تلقى ثلاثه ديال الاهداف كامله، خاصه الهدف ديال فانفيردي، هدف اللي كان جميل وجميل بزاف وخلى ياسين بونو غير كيشوف الكره. هناك كقلب دفاع غالم سايس لاعب البطوله التركيه، ملي مشى البطوله التركيه تراجع المستوى ديالو واحد الطريقه لا توصف، خاصه ملي كان في البطوله الانجليزيه كان كيلعب مزيان، ولكن الوصول ديال البطوله التركيه خلى المستوى ديالو يهود، خاصه الان تصاب ومازال ما كيلعب. وغنشوفوا العوده ديالو كيفاش غتكون، واش غتكون بحال اللي كانت او لا قل عاود ثاني، صعب جدا. هناك اكرد لاعب وسطهم الانجليزي اللي باقي ما مارس كاع مع وسطهم، والان باقي الاصابه، وغنشوفوا يوم الاثنين واش غيلعب ديك المقابله مع في الدوري الانجليزي مع وسطهم او لا. وكما عرفنا الركراكي غيمشي عنده وغيشوف كيفاش يتواصل معاه ويشوف واش غيقدر يلعب في هذه المقابله 28 يوم ولا 27 يوم اللي باقي كاس العالم، واش يقدر يلعب بهذا اكرد او لا ما يقدرش. واكرد خريج البطوله الوطني. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان المونديال الثاني، اشرف حكيمي مشى لواحد الاختيار اللي ما كانش موافق ليه هو باريس سان جيرمان، كان عمل مستوى كبير مع بروسيا دورتموند مع انتر ميلانو، ولكن المستوى ديالو تراجع بزاف مع باريس سان جيرمان في هذا الموسم الثاني على التوالي، ماشي في هذه الموسمات، حتى الموسم اللي فات كان المستوى ديالو متراجع. لا اشرف حكيمي مهم ضروري يكون في التشكيله. المزراوي على الجهه الاخرى لاعب باير شفنا للاسف ما كيلعبش كاساسي في الباير، ولكن كيف اياكس كاساسي ما حتى هو الاختيار ديالو كان سيء شيئا ما، لانه الا كان اختار البارسا حدو كيلعب اساسي، الان للاسف ما كيلعبش اساسي. نتمنى في هذه الايام اللي باقى الباير من يخطي فرصه وفرص اكثر باش يلعب اساسي باش يكون عنده دقائق باش يقدر يرجع يعملنا كاس العالم مزيان. هناك سفيان امرابط لاعب فيورنتينا الايطالي للاسف المستوى ديالو تراجع، سفيان امرابط بزاف 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 المستوى ديالو تراجع بزاف بزاف، وان شاء الله تا لوزا اللي كان يقدر يكون البديل ديالو للاسف تصا. اذا بقى عندنا الخيار فقط سفيان المرابط، جبران ما تقدرش تدخلو في كاس العالم كاساسي لان جبران ما عندوش تجربه اوروبيه مع كرواتيا ولا بلجيكا، اما مرابط راه كيلعب فيورنتينا. اذا هناك امين لاح لعب البطوله البلجيكيه للاسف عاوتاني ما كيمارس، راه كل ملاعبين ممكن جهر عنده قصه، امين لاح الان ما كيمارس في البطوله البلجيكيه لانه وقع له مشاكل مع الفرقه ديالو وما كيلعبش بتاتا الان، لا مقابلات وديه ولا رسميه ولا حتى حاجه امين لاح. اذا امين لاح كما سمعنا الركراكي يعطيه برنامج خاص باش يقدر يوظفو في كاس العالم مزيان. هناك اوناحي الان للاسف رجع في هذه المقابله الاخيره كيلعب احتياطي في فرق اولجي للاسف في فرنسا، لاعب ممتاز جدا ولكن نتمنى انه يزيد في كرويا باش يمشي شي فرقه اللي اكثر من هذه الفرقه اللي كيلعب مع بوفال، لاعب البطوله الفرنسيه 21 سنه، خاصه سمعنا الركراكي اقل عز الدين اوناحي باقي خصو يطور نفسه اذا باقي. هناك حكيم جياش اللي ما كيمارش كرة القدم بتاتا، كيمارش فقط التدريب مع التسلسل الانجليزي، ولكن كما شفنا الركراكي الكلام على جياش قال لك ما يتصورش كأس العالم بلا جياش، إذا معروف غيلعب كأساسي حكيم جياش، ما كيلعبش للأسف في الفرقة ديالو التسلسل، ما كيمارش كرة القدم فقط كيمارش التدريب. شفناه البارحة مع مانشستر احتياطي وما لعب حتى دقيقة، وهذه المقابلة الثالثة ولا الرابعة واللي ما كيلعب حتى دقيقة. هناك سفيان بوفال اللي صلى الله رجع من الإصابة اللي كانت طويلة وطويلة بزاف، كنتمناو يكون باه في ديك الترابوس الإسباني أنه رجع المستوى ديالو، كنتمناو ينقص من المراوغات ويلعب مزيان باش يعطي المنتظر منه سفيان بوفال. بحال اللي سمعنا تصريح الركراكي قال لك سفيان بوفال كان الإمكانيات ديالو كينزل كما هي أحد كيلعب في مانشستر أولا في الريال مدريد. هناك يوسف النصيري كذلك ما كيمارش كرة القدم كذلك مع إشبيلية، فقط تدريب وبعد دقائق في المقابلة، شفنا آخر مقابلة مع الريال مدريد ما لعب حتى دقيقة. إذا يوسف النصيري حتى هو خصو يحاول يشارك، لأن حنا كيما عرفنا أنه هو المهاجم اللي غيكون أساسي مع وليد الركراكي. هذه الخطة اللي ممكن يلعب بها وليد الركراكي مع المنتخب العتيد المنتخب البلجيكي. تشيل كاين أخوتي لايك أخوتي الفيديو بارطاجي أخوتي الفيديو.